انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة متاع صباحنا. هاكم زين, هاكم مبروك. هيئة الخبراء المحاسبين بلاد تونسية نظمت البارح ملتقى حواري تحت عنوان قراءة تحليلية لقانون المالية 2024. توتسويت في الانترفيو معنا سيد محمد تيكي خبير محاسب. عسلامة, مرحبا. صباح النور, مرحبا بك, شكرا قبولك دعوتنا وتفاعلك معنا. شنية أهم النقاط اللي داولتوها ديجا في قراءتكم في قانون المالية؟ بعملنا عطي القراءات, فماش شنو هو فما المهم والأهم, شنو الأهم ممكن بالنسبة لكم اللي تم تداوله البارح واللي ممكن معناتها دار عليه أكثر النقاش؟ دونك البارح في قانون المالية كي عملنا الندوة فما عملنا زوج حصص. الحصة الأولى كانت ثمينة برشا بشأن العام تاع البلاد, معناتها تونس الوضع نتاعها في الاقتصاد نتاع تونس وكل ما هو مالية عمومية وكل ما هو وضع النمو في العالم بصفة عامة. معناتها حطينا تونس في الإطار العالمي نتاعها وعطينا لمحة التحديات اللي عندنا في تونس وركزنا على كل ما هو شنو قالت الوزيرة. هي قالت لنا معناتها لمحت الحوايج اللي تقول لك اللي الجبايه مش وحدها اللي باش تنهض بتونس وبالنمو, يلزم الكل مع بعضنا والجبايه ما تجيش تجي في رحله متاخره من الدعم للنمو. يلزم مناخ الاعمال يكون هو اللي يتم تحسينه باش نجمو نخلقوا اكثر استثمار واكثر نسبه نمو. واضح. وفي الجزء الثاني من ندوه البارح تطرقنا لكل ما هو اجراءات جبائيه والطاقة. عندنا برشا امتيازات جدد جبائية دونك طرقنا لهم, أهمهم نحكيو على التشجيع للاستثمار, عندنا إحداث الشركات الجديدة وجد بحذانا دونك ممثلة إدارة الجباية دونك حكينا على حوايج اللي عندنا اون اكسبيريونس كانت مشومة معاهم في توسكي امتيازات خاطر كانوا معطينا امتيازات من بعد يصير تأويل آخر للقانون. دونك حكينا على حوايج كيما هكا الشركات باش تم إنشائهم في 2024 و25 وطرقنا الامتيازات اخرى كيما تشجيع الشركات الناشئه, ادراج الشركات بالبورصه, وطرقنا زاد كل ما هو اجراءات جديده كل ما هو اتوات جديده كيفاش باش نطبقوهم على خاطر كان القانون المالي مش واضح. واللي تطرق ليه اللي هو فما اتوات جديده واداءات جديده يتحملوها الشركات اجبان مثال ولا الشركات صناعه المشروبات الغازيه اللي قالوا لهم راكم مش تتحملوها كعبء جبائي اضافي ما تفكروهاش الكليونات نتاعكم اللي تتحملوها كاعباء وفرض وقت وزاره التجاره تقول لهم ما تزيدوش في الاسعار نتاعكم. دونك فما لان تطرقنا لحوايج من نوع هذا. واضح, هذا اهم طرقت له. بلي حبيت نرجع معاك على النقطه اللي تم قلت الشركات الدرجة في البورصه, شنو بالضبط في النقطه ذيك, تعطينا اكثر تفاصيل. هو اجراء يتم في التمديد في الاجال. واحنا عندنا اجراء تحفيزي يتعلق باعفاء القيمه الزايده في كل ما هو ريستركتورسيون في كل ما هو تنظيم في شركه ام ولا في شركه قابضه. دونك فما دي بلي فاليو يصيروا فما بلي فاليو معفيه من الضريبه. دونك زادونا في الاجال مش يمكنوا الشركات تيجيهم يدخلوا في عقود يدخلوا في ظرف عام يدخلوا في ظرف عامين معناتها بعد الاعفاء. عملنا تسهيل في الاجال وبرا مش في العام ذي. السيدة وزيرة المالية قالت العام ذي عام دماج القطاع الانفورمال معناتها اليوم في الاقتصاد, كيفاش بالنسبة لكم؟ صحيح قالته وعرجت عليه وقالت عنا لجنة في وزارة المالية باش تخدم على الملف هذا وما عطتناش اكثر تفاصيل. مي قالت مش تكون توجه نتاع الدوله مش يحارب مش يحاول يدخل الانفورمال يدخلوا في مش يركزوا معهم. هذا هو اللي طرقت عليه. مي ما عطتناش اكثر توكا في قانون المالية عام سنين ما فيناش اجراءات جديده يهم القطاع الموازي ولا حاجه. ما حسب رايكم كيفاش معناتها ينجم يكون؟ هو القوانين عندنا موجوده ديجا كل ما هو محاربه الاموال معناتها المعاملات نقدا وكل شيء صار اكثر مراقبه جبائيه. اما احنا تطرقنا في قانون الماليه قلنا بيان كو الدوله مشات في توجه ان يتحارب التعامل بالاموال نقدا نلقاو انه نسبه الاموال اللي موجوده في تونس اون سيركيلاسيون ماشيه وتزيد.
لو كاش اللي فما في تونس في دورة العشرين 20 مليار دينار، معناتها اللي هي نسبة كبيرة برشا. فما بعض الإجراءات اللي تنجم ممكن اليوم في القانون المالية 2024 تنجم هي انديريكتومون تمس معناتها انه تدخل معناتها القطاع الموازي في الاقتصاد، فما نوع من التشجيعات، فما المبادرة الذاتية، فما يعني غيره. معناتها اليوم تنجم ممكن عباد كانت تنشط ديجا وتولي بالمبادرات هذيا ما تولي تدخل في الاقتصاد المنظم. هذه اون توكا زاد متوما بعض المقترحات اللي قدمتها. 2024 بالقانون هذا شنو حسب رايك نجم يتبدل في بلادنا؟ هو فما حاجه باهيه صارت في قانون المالية عام سنه اللي هي العفو الجبائي، كنا نستناو فيه وهو مقترح من عند مجلس النواب. والحاجه الباهيه اللي طرقنا لها البارح اللي الجدول لم تديون مش تصير ما غير فقط، معناتها انت كي عندك دين مع اداره الجبايه مش تنجم تجدوله ما غير فقط. والقرار من الوزاره خرج والجدوله كانت قبل باش تاخذوا جوست فكره كيفاش كنا في العفان تاع 22 باراطور العفان تاع 24. كنا قبل الجدوله ما تنجم تعمل جدول على 5 سنين، كان كيبدا اصل الدين يفوت 4 مليون دينار، 4 مليارات من المليمات. السنه في العفو الجديد نحكيو على مليار كهو، معناتها الإدارة كانت متساهلة في الجدولة، مش متساهلة بالباهي، تما عملت إفور كبير ومشكورة في الشيء هذا. أنا القطاع الموازي الأكثر حاجة نشوفها هنا هما خطايا التخيير، معناتها خطايا التخيير ولاو ياسر مش فيه. اللي بصفة عامة كل ما هو كون واحد تجيها عملية مراقبة جبائية قد الأصل قد الخطايا، معناتها خطايا ولو ياسر مثلوا عبء كبير ياسر ديسيزيف سونكسيون ديسيزيف. واضح. حابين نرجع معكم على الندوه هذه فريمون في اهم ممكن ما جاء فيها. بالنسبه ليك نختم معك سؤال هذا قبل ما نواصلوا احنا في برنامجنا، شنو اللي خرجتوا به؟ شنو اللي تعتبروا مهم البارح وينجم يكون عنده تاثير ايجابي في الفتره القادمه في الندوه؟ قلت لنا انت توا فما موضوع العفو الجبائي فماش حاجه اخرى. هو اهمهم العفو، وطرقنا على كل ما هو معناتها مشاركه في صياغه القوانين ولا في كل ما هو تعريف بالجبايه. يعني قلنا فما مونك دو بوبليكاسيون، فما اكثر تعريف بالاجراءات مش الشركات القرض فيهم. واضح. يعطيك الصحة أن توكا، نشكروك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. حبينا نرجع شوية على الندوة والملتقى الحواري، كانت قراءة تحليلية القانون المالية 2024 اللي نظمته البارح هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. شكرا لك السيد محمد تيكي خبير المحاسب، جانا معك على النقاط أهم النقاط اللي داولتوها في تحليل القانون المالية 2024. شكرا لك. يعيشك. نمشي والآن فاصل قصير، راجعين مع منال غربي في سؤال مشروع.